المباراة بعد أن حقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى من هذه البطولة عندما حقق انتصار كبير أمام المنتخب الماليزي في الجولة الماضية. يترقب ويتمنى أكيد أن وبالمناسبة لاوس من المنتخبات التي لم تتأهل بشكل مباشر إلى هذه البطولة. صافرة منتخب اليمني أكيد يدخل هذه المباراة. أربعة شارك لكن خط الوحيد الضغط على حامل الكرة والتراجع الكبير من جانب لاعبين. التوقعات كانت قبل هذه المباراة للمنتخب اليمني المباشرة لمصلحة المنتخب اليمني تسديدها لكن تنتهي سالة إلى حارس المرمى سوليساك. على جهة اليسار أكيد المنتخب اللاوسي منتخب اليمني وصل خب اليمني راسية حقق من هنا الآن التسديدة والمحاولة لكن تصدي من حارس المرمى. هنا الإعادة للمحاولة الماضية وخروج كان في وعسى أن يعيد بحظوظها من جديد في هذه البطولة بشكل كبير. هنا الآن محاولة التسديد محاولة لكن مرت وبعدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ريدمان في عرضية لكن بعيدة. هو المنتخب الياباني منتخب اللي يعتبر الأكثر تتويجا. هذا أبرز إنجاز حققه المنتخب اليمني هنا. الاعتماد الكبير بالنسبة لمنتخب لاوس للتغطية الدفاعية والاعتماد الدفاعي الكبير بالنسبة لمنتخب لاوس في الدقة اليمنية. الآن فرصة عند الخضر العرضي الأول للمنتخب اليمني. الهدف الأول من أقدام عادل قاسم يسجل أول هدف للمنتخب اليمني. لكن حتى هذه اللحظة تشانثا فيسوك كتغيير مبكر بصراحة لا أعلم هل هناك خلل. أطمئن على نتيجة المباراة بشكل أكبر. عادل قاسم في عرضية لكن بعيدة. فضل يلعبها بشكل مباشر على عودة المنتخب اليمني من جديد. المنافسة الرأسية خطيرة خطيرة الرأسية والمحاولة كانت قريبة من المرمى. في رأسية كانت من جانب تعود إلى الخضر. خضر في عرضية لاوس في محاولة التسديد لأول مرة لكن على جهة اليمين عرضية لكن الفترة الأخيرة حتى المنتخب اليمني ما زال الاستحواذ بشكل كبير عرضية أو تسديدة باتجاه المرمى لكن بعد كرة على جهة اليسار عرضية لكن هذه محاولة ما زالت قائمة. فرصة لمصلحة المنتخب اليمني لتسديدها من الخضر لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. إذن كنت أتوقع بأن المنتخب اليمني سيستفيد من هذا. تريكي في عرضية هنا ارتقاء رأسية لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. ارتقاء رائع من جانب الخضر ارتقى من فوق كل اللاعبين لكن رأسية المناطق الخلفية ولم يسلموا من ذلك. نعم المنتخب اليمني ما زال يضغط يحاول. هنا المحاولة الأخيرة كانت من جانب أيهم داخل إلى أقصى اليسار عند السلام هيثم عصام العدمان في تمريرة محاولة خطيرة تسديدة أيهم في محاولة تسديد لكن
جديده. هدف اول للاوس عن طريق بوسومبان. بوسومبان يضيف الهدف الاول والتعادل لمنتخب لاوس. هدف رائع بصراحه، هدف رائع من جانب بوسومبان. هدف ثاني هنا للمنتخب اليمني، تمريره خطيره كانت قريبه من عندها بطاقه صفراء تحصل عليها في شوط المباراه الاول، وهي البطاقه الصفراء الوحيده في المباراه. قاسم هو من سينفذ الخطا الان، عادل لكن سارع على دفعته. تفعيل جانب منتصف ملعب منتخب لاوس والخروج باقل الخسائر من هذه المباراه الان. عند انور تسديده، تصدي رائع من جانب حارس المرمى سوليساك لينقذ مرمى لاوس في اكثر من مره. بعيده عن كل لاعبين، تعود عند عصام الردمان لكن صافره وركله جزاء للمنتخب اليمني. ركله جزاء للمنتخب اليمني، لحظات صعبه في مهمه المحافظه على هذه النتيجه. بينما انور، نعم انور يضيف الهدف الثاني للمنتخب اليمني. المنتخب اليمني الان يتقدم بالهدف الثاني. هذا ما كان يحتاج المنتخب اليمني. بطولة تعود لكن بطولة اللي حصل عليها المنتخب الياباني. هنا تسديدة خطيرة للمنتخب اليمني لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، خرج من نظام المجموعات. تعود من جديد للمنتخب اليمني، علي في أول محاولة له لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. علي الحمصي في أول